ميليشيات الحوثي تسعى لتفجير الوضع عسكريا في الحديدة وتمضي في خروقاتها وانتهاكاتها. كسر محاولات تسلل حوثية عدة في جبهات الضالع والميليشيات تلجأ لقصف المدنيين. تقدم جديد للقوات الحكومية في مديرية الصفراء في محافظة صعدة والميليشيات تتكبد خسائر كبيرة. نشرة 8:30 من استديوهات قناة اليمن اليوم، أهلا بكم. تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية انتهاكاتها في الحديدة وريفها متحدية كل محاولات إحلال السلام في المدينة، وواصلت هجومها وتسللاتها على مواقع القوات المشتركة المرابطة في خطوط التماس في جبهة حيس من 3 اتجاهات، هي الشرق والشمال والغرب، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة وسلاح القناصة والقذائف المدفعية والصاروخية. كما تم رصد تجمعات للميليشيات الحوثية باتجاه مزارع المواطنين وقرى الأهالي بعد تشريدهم وتهجيرهم منها لتتمركز فيها وتجعل منها منطقة ومنطلقا لهجماتها وثكنات لعناصرها. وعاودت الميليشيات الحوثية جرائمها بحق المدنيين في مناطق متفرقة من حيس، حيث سقطت قذائف مدفعية هاون على منزل أحد المواطنين في الحديدة أو في المدينة ودمرت بشكل كلي، في حين تسببت بأضرار بالغة بالمنازل المجاورة له. يأتي ذلك في الوقت الذي شردت فيه الميليشيات مئات الأسر من منازلها. هذا منزل أحد المواطنين أصبح ركام بسبب هاون لميليشيات الحوثي، مما أدى إلى دماره. هذه إحدى المنازل التي قامت ميليشيا الحوثي بتدميرها، وهذا الخراب والتلاف الآن هو ليس إلا عمل من أعمال الميليشيا الحوثية التي قامت بتخريب البيوت والمنازل في مدينة حيس. إلى ذلك، عاودت ميليشيات الحوثي خروقاتها واستهدفت مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة. مصدر عسكري أفاد أن مواقع القوات المشتركة شرق المديرية والمدينة تعرضت لإطلاق النار من مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة ومعدل البيكا وسلاح الدشكة، وأضاف أنه تم رصد حشود للميليشيات في الأطراف الجنوبية للمديرية وتعزيزات تتضمن أسلحة ثقيلة ومتوسطة. كما عاودت الميليشيات استهداف الأحياء السكنية ومواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتة جنوبية المحافظة. مصادر محلية ذكرت أن الميليشيات أطلقت النار على الأحياء السكنية شرق وجنوب مدينة التحيتة بمختلف الأسلحة المتوسطة والرشاشة وسلاح القناصة بشكل مكثف، ما أدى إلى خلق حالة من الخوف والرعب في صفوف السكان. كما أفاد مصدر عسكري أن الميليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في الجبلية في المديرية ذاتها بقذائف الهاون واستهدفت أخرى بالأسلحة الرشاشة المتوسطة. في حي ربع الحضرمي بمديرية حيس تضررت 7 منازل بقصف حوثي على المنطقة، ما أدى إلى تشريد أكثر من 60 شخصا، جاعلة منهم يعانون ويلات الحرب والنزوح. منازل بني راجح في حي ربع الحضرمي بمديرية حيس كانت تعج بالحياة قبل أن تحولها جماعة الموت إلى بقايا أطلال، وأفرغتها من 7 أسر يفوق تعدادها 60 شخصا معظمهم نساء وأطفال، أجبروا على ترك منازلهم وباتوا ضمن 4 ملايين نازح منذ الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي. الميليشيات الحوثية لقد ضربت بيوتنا بالهاونات بالهاوزر وبالرشاشات وبالقناصات، بيوتنا كلها مدمرة الآن، كلها مدمرة. من نحن أخوان ستة أخوان مع أولادنا، الواحد مننا مع 9 أطفال وأولاد، ونزحنا من البيوت ونحن الآن نعاني، بيوتنا والله كلها مدمرة. الأضرار الجسيمة التي طالت المنازل في حي ربع الحضرمي
تعكس نوع الأسلحة التي استخدمتها الميليشيات، حيث انهالت بقذائف الهاون والمدفعية والأسلحة الرشاشة على المدنيين ضمن سلوك يندرج ضمن جرائم الحرب. نحن نازحين من بيوتنا وذلك بسبب الميليشيات الحوثية القذف علينا بالهاون والهاوزر والإربيجي، مما أدى إلى خراب بيوتنا وأدى إلى ضرب بيوتنا. استهداف المنازل في حي ربع الحضرمي يؤكد ما ذهبت إليه منظمات حقوقية بأن حيس أكثر مديريات الساحل الغربي عرضة للقصف الحوثي، حيث تسقط عليها من 8 إلى 10 قذائف بمعدل يومي، وتتواصل فيها جرائم جماعة الموت ليل نهار. هذه أمامكم منازل بني راجح الذي استهدفت من قبل الميليشيات الحوثية الروافض بالعيارات المتوسطة والخفيفة والهاونات والرصاص الحي وقتل النساء والأطفال والعقال. مشاهد الدمار التي خلفتها القذائف المدفعية والصاروخية والرصاص الكثيف في جدران المنازل يعطي مؤشرا على حجم الحقد الدفين الذي يكنه الحوثيون على مديرية حيس التي لفظتهم مطلع فبراير من العام الماضي، وعدم التزامهم باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل شهره 12، لتظل هذه الجرائم المتواصلة للطرف الحوثي تثبت أنه كذاب أشر. محافظ الحديدة وفي اتصال سابق معه عبر عن استغرابه من تصريحات مبعوث الأمم المتحدة حول الوضع في الحديدة، مؤكدا أن ما يجري في الحديدة هي حرب كاملة الأركان ولم يقتصر الأمر على خرق هنا أو هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هي لم يعد ينطبق عليها كلمة الخروقات. هذه حرب مكتملة الأركان، حرب مكتملة الأركان برا وجوا. الآن من بكل ما لديها من قوة تضرب الحوثي يضرب على 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 أفرادنا، ونحن نقول خروقات. والمبعوث الأممي هذا يقول أن وزيرة الحرب تراجعت، أمر غريب وأمر مضحك. هذا المبعوث يجب ألا يعود إلى ألا تستقبل الحكومة الشرعية مرة أخرى حقيقة يعني. نعم. زيادة المحافظ. نعم. بكل ما تحدثت أنت عنه بكل ما نراه على الأرض، هل تتوقع أن الحكومة ستتخذ قرار في إنهاء اتفاق السويد؟ هو الاتفاق منتهي أصلاً، نحن أدبيا فقط محافظون على اسمنا، لازم أننا نستمر في تفعيل هذا الاتفاق. نعم. هو ولد ما يصير معقول دائما، والحقيقة أن إلى الآن لم نرى شيء منه. حكاية الخمس النقاط التي تم تثبيتها لا تقدم ولا تغير شيء من الموضوع، بل زادت الوتيرة. وكما قلت لك أن حرب مكتملة الأركان بكل ما لديها من قوة تضرب الحوثي يضرب على نعم حرب مكتملة الأركان، ولكن يقابلها تفاؤل من قبل المبعوث الأممي وقال أن الحل السياسي بات وشيكا عن أي حل يتحدث. هذا تفاؤل، هو يريد أن يحافظ على 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 مكتسباته الشخصية فقط، سواء سياسية أو المادية. نعم. يريد أن ينجح ولو على حساب أرواح الناس. نعم. توقيف الحرب من طرف واحد من طرفنا، هذا الناس كثير، المدنيين كل يوم منازلهم تقصف في حيس وفي التحيطة وفي ريف الدرهمي. نعم. برأيك دكتور، يعني أنت برأيك هل ترى بأن الحل أصبح في الحسم العسكري وليس السياسي؟ أصبح اتجاه إجباري للأسف، وأنا أقول للأسف، وأنا لا أريد، أنا لا أحب إراقة الدماء والحروب، لكن هذا أمر أصبح إجباري. نعم. إجباري. كيف تستطيع أن تقي مكتوب لدي أمام واحد، أمام جهة تضرب عليك بكل ما لديها من قوة؟ يعني هذا جبن، هذا خنوع، هذا ذل، هذا. إذن هذه كانت تصريحات محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر في نشرة سابقة. على ذات السياق، تمكنت منظومة الدفاع الجوي من إسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين كانتا في طريقهما إلى مدينة المخا،
وأشار عضو القيادة المشتركة لجبهة الساحل الغربي والمتحدث باسم المقاومة الوطنية حراس الجمهورية العميد الركن صادق دويد إلى أن الطائرتين تم إسقاطهما على مسافة بعيدة من المدينة دون وقوع أي أضرار. يشار إلى أن محاولة الميليشيات الحوثية استهداف مدينة المخا تعد الثانية من نوعها خلال 24 ساعة الماضية والثالثة في أقل من شهر. في الضالع دارت اشتباكات عنيفة في مناطق عدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة تكبدت فيها الميليشيات خسائر كبيرة لتدفع بتعزيزات جديدة صوب تار والجب غربي قعطبة لتعويض خسائرها. تستمر وتيرة المعارك في جبهة الضالع المختلفة المواجهة لميليشيات الحوثية التي تتكبد شتى أنواع العذاب والتنكيل على أيدي أبناء المحافظة الرافضين للفكر الكهنوتي والذين وقفوا صفا واحدا بجانب القوات المشتركة لتطهير كل شبر خضع لميليشيات الإرهاب. وحدات من القوات المشتركة والمقاومة الشعبية أحبطت تسللا حوثيا في جبهة باب غلق شمال غربي مديرية قعطبة لتندلع اشتباكات واسعة وعنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة في الجبهة التي تعد من أشرس جبهات القتال وتشكل أهمية عسكرية واستراتيجية بالغة. الساعات الماضية كانت خير شاهد على انكسار الميليشيات وخسائرها حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط جبل الشجفة والمشمر والفراشة وبلدة حلحال في مديرية الأزارق بين وحدات القوات المشتركة وميليشيات الحوثية. وحاول مسلحو الحوثية التقدم صوب مواقع تمركز القوات المشتركة والمقاومة الشعبية استخدموا فيه مختلف أنواع الأسلحة، لكن أبطال القوات المشتركة كانوا لهم بالمرصاد وكبدوهم خسائر فادحة. ميليشيات الحوثي حاولت التعويض عن الخسائر المتلاحقة ودفعت بتعزيزات كبيرة باتجاه جبهة بتار والجب حيث فشلت زحوفات وهجمات الميليشيات المتكررة في تحقيق أي تقدم لاستعادة مواقع خسرتها سابقا. كما وصلت العديد من الأطقم الحوثية المحملة بالمسلحين تعزيزات للميليشيات في جبهة الضالع، إلا أن مدفعية القوات المشتركة كانت حاضرة وأحرقت العديد من تلك الأطقم. ما تزال المواجهات في الضالع مستمرة كغيرها من الجبهات التي تحاول الميليشيات تحقيق تقدم فيها واستغلالها ضمن حربها الإعلامية والتغرير على أتباعها لجلب مزيد من المغرر بهم إلى محارق الموت في حربها العبثية التي أشعلتها على اليمن واليمنيين خدمة لأجندة إيران التوسعية في المنطقة وأحلامها بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وتكريس سلطة الكهنوت من جديد، وهو ما يرفضه كل شرفاء اليمن ويقفون صفا واحدا في مواجهته. عبث الميليشيات الحوثية بأرواح الأبرياء لا يتوقف في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرتها أو في خطوط التماس من خلال تفجيرها وقصفها العشوائي. أم شهيد وجريح ومن منزلها المدمر في منطقة العبارة شمال حجر في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع تحكي جزءا من انتهاكات الحوثيين. الذي دخلوا الحوثة أول ما دخلوا أصاب علي واحد من عيالش من عيالي وقع علي واحد استشهد بمدرسة العبارة اللهم لنا الحمد خوانا قتلنا اللي يشتري يخلفوا بالدين ها هم حاربوهم على الدين على الدين اليمني وإحنا أهل اليمن وكلنا دواعش ويقولوا لنا نحن لا وإحنا مصليين صائمين مسلمين هم الكلام هم المعتدلين ولا معيالنا هم شهداء للجنة الله الله ينصرهم قام علي ينصرهم إن شاء الله علي ينصرهم إن شاء الله معتدلين. لما دخلوا الحوثة شك أنتي متواجدة هنا أول ما دخلوا ردوهم أول يوم yeah. أول ما دخلوا ردوهم وإحنا خرجنا يوم الأحد من داخل هذا القرية نزحنا هكذا وبني كان بالمحجة حق اللبنية هو أصحابه قالوا إحنا معهد إحنا معنا تخبر علينا وتبعنا لسنا وبدأنا بعد باص قسلنا هنا بالضالع وقعوا يحاربوا هنا واستشهد من مدرسة حق اللهم لك الحمد هو استشهد على الدين وعلى الشرف وعلى الوطن وصاروا شهداء جنبه الأبطال العرب جهاد
الزهور بعمر الزهور صحيح. ها؟ يعني راحوا شباب بعمر الزهور قال. شباب. يجي 12 واحد. الله لا تحقهم خير إلا البلا والغير، الله لا تحقهم خير إلا البلا والغير. يعني جاءوا للبيوت ودمروا البيوت. وقتلوا الشباب، قتلوا النساء، قتلوا الأطفال. وكان يضربوا بالقناصات للمدرسة. يعني تمركزوا بالبيوت. وتمركزوا بالبيوت، ماشي بيت لو هم تمركزوا. تمركزوا بالبيوت. قناصة. وكان بالجهاد يبقوا النساء، وقالوا وين الدواعش؟ أين الدواعش؟ أين الكلاب؟ ماشي احنا كلاب. احنا يمنيين، واحنا مصدقين. بلاد الإيمان والحكمة. بلاد الإيمان. معنا عبر الهاتف الإعلامي مروان عميران من محافظة الضالع. أخي مروان، تابعنا سويا في المادة السابقة الأم ثكلى وهي تتحدث عن ما جرى وحصل. هل هناك تحرك حقوقي في المنطقة؟ هل هناك رصد لجرائم ميليشيات الحوثي لإيصالها إلى الجهات المعنية والمنظمات الدولية؟ نعم، يسعد مساءكم وجميع المشاهدين على قناة اليوم. وهذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ليست جديدة، وهي ارتكبت جرائم قبلها في عدن وفي تعز وفي الجوف وغيرها، وهناك توثيق لكل الجرائم التي تقوم بها ميليشيات الحوثي حق المدنيين من أبناء محافظة الضالع وأبناء قعطبة. قصفهم العشوائي للمنازل وللقرى وتهجير السكان. واليوم أبلغوا ميليشيات الحوثي اليوم تطلق إنذار لأبناء القرى من أبناء قرى صبيرة وقرى بكار بالمغادرة. بالصريح أنهم سوف يقصفون القرى، سيجعلونها يعني تحت مرمى نيرانهم الثقيلة. وهذا مؤشر خطير جدا، حيث أن قرية صبيرة وغيرها ومنطقة الباخر فيها كثافة سكانية. ميليشيات الحوثي هذه لا تراعي أي، لا عندها أي واجع ديني ولا إنساني. كيف أبلغت ميليشيات الحوثي أهالي صبيرة وبتار بما سيحصل بجرائمها أنها ستقصف؟ جرت اتصالات من قيادات حوثية مع أبناء قرى صبيرة وقرى الحمار وقرى بتار، لأن عليهم المغادرة من مساكنهم. وهذه المناطق تعتبر الكثافة السكانية بمديرية قعطبة من ناحية الريف مدينة قعطبة. ميليشيات الحوثي أبلغتهم اليوم المغادرة، يعني بالعبارة صحيح أنهم سوف يقصفون منازل المدنيين. هو تهجير قسري إذن، لكن في المقابل القوات المرابطة في هذه المناطق، القوات المشتركة هناك المرابطة في هذه المناطق، ما الذي كانت ترتيباتها لحماية المواطنين هناك؟ القوات المشتركة تعمل جاهدا من أجل تجنيب المناطق السكنية من الحرب والاقتتال. ولكن ميليشيات الحوثي، وإحنا تحدثنا عدة مرات، ميليشيات الحوثي تتعمد أن تجعل من القرى والمناطق المزدحمة بالسكان مناطق حرب اشتباكات وتقوم بقصف، تقوم بقصف القرى عمد من أجل إثارة يرهبون الناس، من أجل يرهبون المواطنين. وهذا اليوم هذا مؤشر خطير، وهذا مؤشر خطير. ننصح، وأنا ننصح أبناء القبائل من أخواننا في العود وأخواننا في الحشا بشكل عام، ألا يزج بأولادهم في حرب عبثية لمصالح ميليشيات الحوثي الإيرانية، وهم كانوا في قبل، وهم كانوا من قبل في أمن وأمان، إلى أن أتت ميليشيات الحوثي وقت وضحت الفكرة. مروان عميران الإعلامي في جبهة الضالع، شكرا جزيلا لك.
أعلن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن أن فرقه الهندسية نزعت خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري 1611 لغما وذخيرة غير متفجرة، ليصل إجمالي ما نزعه المشروع منذ بداية نوفمبر الجاري إلى 4797 لغمة غير منفجر وعبوة ناسفة. حقق أبطال القوات الحكومية تقدما جديدا في مديرية الصفراء وكبدوا ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وذلك بعد عملية رصد واستدراج لعناصر الميليشيات بين مديريتي الصفراء وباقم. على وقع الهدوء الكبير الذي يعم على جبهة صعدة، ينفذ محور آزال عملية هجومية خاطفة انطلقت على ثلاثة محاور مختلفة في المنطقة الفاصلة بين مديريتي الصفراء وباقم. التنفيذ الناجح الذي قام به أفراد الجيش يأتي قبيل ترصد واستدراج لمجامع تابعة للعناصر الإرهابية في وادي ثعبان، ومن هنا كان طرف خيط انكسار الحوثيين. احتدمت المعارك بشكل متسارع، استطاعت مجموعة من الكتيبة القتالية تابعة للقوات الحكومية من اختراق الصفوف الأمامية للحوثيين، والتي عادة ما تكون أكثر تحصينا، لتنهار عناصر الميليشيات خلال ساعات قليلة. الرزيمات حيث انتهت المعارك بالسيطرة الكاملة عليها. شغل اتجاهنا، لقد تقدمنا في اتجاه الصفراء وقتلنا عدد العشرات منهم واستولينا على عدد من التباب، وهذه سلسلة فرد منهم وهذا قنايم منهم من الحوثي بفضل الله عز وجل. خلصت المعارك الدائرة على الجهتين بمقتل 30 عنصرا وجرح العشرات من الميليشيات، بينهما القيادي الميداني البارز والمدعو أبو محمد الغولي الذي ينتمي لمديرية كشر محافظة حجة، في حين استعاد أبطال محور آزال مجموعة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة من قناصات ومعدلات وكلاشينكوف. ترافقت المعارك مع ضربات مختلفة لطيران الجو والمدفعية، حيث استهدفت مواقع عدة للحوثيين وطقمين عسكريين كانوا متجهين كتعزيزات بالقرب من قرية آل مزهر شرق مركز مديرية باقم. لقناة اليمن اليوم، عبد العالم دحلان، محافظة صعدة. والحديث أكثر عن التقدم الذي حصل في مديرية الصفراء في صعدة ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد منصور الزيلعي. عقيد منصور، ما أهمية المواقع التي سيطرت عليها القوات الحكومية والتقدم الذي حصل في مديرية الصفراء؟ أولا أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. وضح ان طبعا المعارك تدور منذ شهر تقريبا بوتيره واحده وبوتيره عاليه. الحوثيين حاولوا عمل التفاف على الجيش الوطني وقطع طرق الامداد، الا ان الجيش الوطني بقياده العميد ياسر الحارثي الذي هو بجانب افراد الجيش الوطني بالمحور استطاع ان يخوض معركه فاصله من ثلاثه محاور. اول المحور الاول من اتجاه شرق جبال العواء، والمحور الثاني من شرق وادي الثعبان، والمحور الثالث من شرق وقرية آل مزهر باتجاه طريق الرزامات ومديرية الصفراء. الجيش الوطني عمل على التفاف كبير بمساحة 10 كيلو متر تقريبا إلى 15 كيلو، يعني عمل التفاف كامل وقطع طرق الإمداد على الميليشيات المتمركزة التي تحاول يعني قطع طريق الامداد على المحور، مما يعني سقطوا ما بس واستطاع الجيش الوطني تثبيت المواقع ذات عن قطاعات المنطقه الفاصله ما بين مديريه الصفراء وباقم بيد ابطال الجيش الوطني بمحور ازال. ما اهميه هذه المواقع؟ اهميه هذه المواقع انها تشرف على خطوط الامداد بالدرجه الاولى. كان
كان الجيش الوطني يعني الحوثيين يريد أن يعمل كماشة، لكن يقظت القائد ياسر الحارثي الذي كان متابع الموضوع أول بأول، والهمة العالية التي يمتلكها أبطال المحور أزال، استطاع أسد الهجوم عمل يعني كمين وكماشة على الحوثي ما أدى إلى إبادتهم إبادة كاملة. العقيد منصور الزيلعي محدثني من صعدة، شكرا جزيلا لك. منذ سيطرتها على مؤسسة الدولة في العاصمة صنعاء، تسببت ميليشيات الحوثي بإدخال اليمن في مجاعة لم يسبق لها مثيل وفاقمت الوضع الإنساني، وتتعمد إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى الجياع في اليمن. 299 مرة منع الحوثيون خلالها وصول الغذاء إلى اليمنيين الذين أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من المجاعة، وهو ما يدركه الحوثيون أن اليمنيين لا يرغبون بهم ولا يقبلون بسلطتهم التي يفرضونها بقوة السلاح، فيرد الحوثيون على ذلك بتجويعهم ومصادرة سبل عيشهم وإجبارهم على دفع الإتاوات والإنصياع لأوامرهم. منظمات إنسانية ذكرت أن 299 تقطع وإعاقة قام بها الحوثيون لمنع وصول الغذاء في يونيو ويوليو الماضيين 4 مليون، كما رفضت الميليشيات الحوثية الموافقة على 11 مشروعا منقذا لحياة 1,400,000 $32 مليون. ويمارس الحوثيون ضغطا مستمرا على الجهات الفاعلة في العمل الإنساني، ولا يحترمون الالتزامات التي تعهدوا بها لتسهيل مرور مساعدات الإغاثة. فريق خبراء الأمم المتحدة المعنية بمراقبة العقوبات على اليمن أكد في وقت سابق أن الحوثيون أبدوا مرارا عدم احترام القانون الدولي الإنساني المطبق على حماية الإغاثة الإنسانية وموظفي الرعاية الصحية والبنية التحتية للرعاية الصحية. ويعد العام 2019 امتدادا للعام الذي سبقه في عرقلة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية ورفض منح التأشيرات للعاملين في المجال الإنساني دون تقديم أي تبريرات والحد من إمكانية وصول الجهات الفاعلة إلى بعض المناطق والمنشآت، ما تسبب في أزمة إنسانية لم تشهدها اليمن من قبل. تتابعون في النشرة أيضا 60 حالة وفاة وأكثر من 7,000 إصابة بالملاريا وحمى الضنك في الجراح خلال شهر واحد. الميليشيات الحوثية قامت باستهداف حوثي، هل هذه الحرب اللي أدت فيها؟ تم يوم الجمعة قصف صواريخ موجه وقصفوا للمنزل حقي وأرهبت أطفالنا ونساءنا وشردتنا من بيوتنا، حرام عليك. والمنزل ما أدى إذا هذه الشظايات، أنا قصف عليها ليل نهار ما نعرف حتى نقول حتى تضل عيالي مقاضي، خايف أنه تخرج من بيتك ما تلقى. الحوثيين دلنا في الجسر فوق البيوت من هناك، فوق البيوت داخل العزيز الجبار. اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم يا رب العباد، يا اللهم انتقم منهم. رغم الجهود التي تبذل لإعادة تأهيل المرافق الصحية في مديرية الخوخة محافظة الحديدة ورفضها بالأجهزة والمستلزمات الطبية، إلا أن القطاع الصحي لا يزال يعاني نقصا في الأدوية والمحاليل الطبية. مديرية الخوخة التي حررتها القوات المشتركة منذ نحو عامين من قبضة ميليشيات الحوثي التي قامت بتدمير كل ما له صلة في الحياة، منها القطاع الصحي الذي يواجه مشكلات رغم الجهود الحديثة من قبل قيادة السلطة المحلية والقوات المشتركة للمساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين. نحن نفتقر كثير إلى محالي المختبر، ونفتقر كثير ونفتقر أو تعدم عندنا العلاجات، علاجات الحميات اللي هي حمى الضنك وحمى الملاريا والمكرفس اللي هو الشيكنجينيا. نتمنى من المنظمات الداعمة أن تركز على توسعة المركز الصحي بحيث أنه يستقبل
كمية كبيرة من الأمراض أو عدد كافي من الأمراض، واعتماد أسرة لكي يصبح المركز الصحي دوام 24 ساعة لاستقبال الطوارئ من الأطفال والنساء الحوامل وكذلك النساء العاديين، الفئة الشريحة الاجتماعية الأخرى غير الأطفال والنساء الحوامل. ونتمنى من الجهات الداعمة والمنظمات ورجال المال أو الأعمال أو رجال الدولة ومن لهم علاقة بالأمور الإنسانية وكذلك الخيرين أن يعطوا لنا لفتة كريمة. نقص الأدوية أبرز مشكلة تواجه القطاع نتيجة انتشار الأمراض بشكل كبير، كما أن النازحين إلى المديرية وبأعداد كبيرة شكل عبئاً كبيراً على القطاع. نشكر الجهات المختصين لهذا الدعم الذي نزل من الأدوية، ولكن مع الأسف المختبر لم يتوفر أي أدوية أي محاليل له ولا أي أدوات مختصة للمختبرات، وخاصة الآن موجودة هنا حميات كثيرة. الغياب الكامل للمنظمات الإنسانية في مديرية الخوخة زاد من معاناة المدنيين، رغم ما قدمته قيادة القوات المشتركة من جهود حثيثة لدعم القطاع الصحي ساهم في التخفيف من المعاناة. أنا عندي التهابات وعندي مرارية في النوى يزعجي، بس ما في يزعجي شيبة واني خصم منه، ولكن ما فيش ما احنا قاله ولا ما احنا شي حق ميا شي احنا اتينا لحنين المتألة. عندي العمود نضرب العمود، وعندي مكرفس مكرفس وسعاله وعطي العارة وديامي توقعنا لا زعر حابول وزعر تمشى اقدر امشي، ومعلاقتنا ناقصة قليل مضية وقدرنا بساعتنا لها معلاقات مفشقة مفرعة. القوات المشتركة بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سبق لها أن قامت بإعادة ترميم وتأهيل وتجهيز 5 مراكز طبية في أكثر المناطق كثافة سكانية في مديرية الخوخة، الأول في المدينة ويخدم نحو 12,000 نسمة، والثاني مركز الأمومة والطفولة في المدينة ذاتها ويخدم نحو 6,000 امرأة، والثالث في مركز القطابة والذي يخدم نحو 11,000 نسمة من أهالي المنطقة والنازحين، والرابع مركز أبو زهر ويقدم خدماته لنحو 3,000 نسمة، والخامس في منطقة موشج ويقدم خدمات ل4,000 نسمة. كشف تقرير حديث وفاة 60 شخص وإصابة أكثر من 7,000 بالملاريا وحمى الضنك في مديرية الجراح بمحافظة الحديدة، ويشير التقرير الصادر عن مؤسسة الصحافة الإنسانية إلى وفاة 46 طفلا خلال شهر واحد في مديرية الجراح التي تعيش حالة من الرعب والقلق نتيجة انتشار وتفشي هذا الوباء القاتل. وأكد القائمون على مكتب الصحة بمديرية الجراح أنه تم توثيق ما يقارب من 7,244 حالة، منها 3,373 إصابة بالملاريا و 3,871 حالة إصابة بحمى الضنك. ودعت المؤسسة المنظمات الدولية والحكومة والتحالف إلى التدخل العاجل لإنقاذ أطفال وأهالي الجراح من الوباء المنتشر الذي يعصف بالمديرية منذ أواخر أكتوبر المنصرم. منذ سيطرة الميليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء بقوة السلاح، تفشت كثير من الأمراض والأوبئة في مناطق عدة وتسببت في عدد من الوفيات، فيما يعاني ملايين اليمنيين من نقص حاد في الغذاء والدواء. كثيرة هي الأوبئة التي تفشت في زمن الحوثية، فمنذ سيطرة الميليشيات على العاصمة صنعاء وتعضيل عمل مؤسسات الدولة نهاية العام 2014، تسببت في انهيار القطاع الصحي لتعود أمراض وأوبئة تم التخلص منها منذ عقود للظهور من جديد في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات. وخلال السنوات الثلاث الماضية تفشت عدد من الأمراض مثل الكوليرا والدفتريا والحصبة وحمى الضنك أودت بأرواح الآلاف من السكان،
وإصابة مئات الآلاف في ظل تدهور القطاع الصحي وعدم القدرة على الاستجابة لاستقبال الحالات المرضية الطارئة. وكانت وزارة الصحة التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثية كشفت منتصف الشهر الجاري عن إحصائية مهولة للإصابات بالملاريا وحمى الضنك، وأكدت عن وجود 116,522 إصابة مؤكدة بالملاريا و500 ألف حالة اشتباه ونحو 23 ألف حالة إصابة بحمى الضنك. منظمة الصحة العالمية رصدت هي الأخرى 696,537 حالة يشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا، مع تسجيل 913 حالة وفاة بالوباء منذ بداية العام الجاري وحتى سبتمبر الماضي. وتعيش اليمن أسوأ أزمة إنسانية، حيث هناك حاجة ملحة لأربعة عشر مليون شخص وعشرة ملايين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، ويعاني أكثر من أربعة ملايين يمني من سوء التغذية الحاد، بمن فيهم مليون طفل دون سن الخامسة وفقا لتقارير الأمم المتحدة. في أخبارنا الدولية لليوم الثاني توالياً، أغلق المحتجون في جنوب العراق الطرق الرئيسية المؤدية إلى محافظة البصرة، فيما استمرت المظاهرات والاحتجاجات في بغداد ومدن عراقية أخرى. وأفادت مصادر عراقية أن أغلب الطرق الرئيسية في محافظة البصرة قطعت لليوم الثاني توالياً، وذلك بعد مقتل 15 متظاهراً في محافظات الجنوب والعاصمة بغداد خلال 24 ساعة، وإصابة نحو 150 آخرين. وفي محافظة البصرة أيضا أحرق المحتجون إطارات السيارات وسط المدينة ليقطعوا الطريق الرئيسية، كما قطعوا الطريق المؤدية إلى ميناء أم قصر، غير أنه لوحظ صباح اليوم عودة انسيابية لحركة التجارة والشاحنات في الميناء. يشار إلى أن الاحتجاجات في العراق أسفرت عن مقتل قرابة 340 شخص منذ بداية التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي، عندما خرج الآلاف من العراقيين معظمهم من الشباب إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات، كما يطالبون بالإطاحة بالنخب السياسية. في لبنان اندلعت اشتباكات بين متظاهرين من جهة ومؤيدين لميليشيات حزب الله وحركة أمل من جهة أخرى في العاصمة بيروت. مصادر لبنانية أكدت تدخل أفراد من الجيش اللبناني لتشكيل حاجز يفصل المحتجين عن مؤيدي الجماعتين على طريق جسر الرينج الرئيسي وسط تراشق الطرفين بالحجارة التي تناثرت على الطريق، كما أضرمت النيران بدراجة نارية. وأطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، وأدت الاشتباكات إلى إصابة عدد من المتظاهرين وبعض أفراد الأمن اللبناني بجروح طفيفة ومتوسطة. وتعد هذه الاشتباكات أسوأ توتر في العاصمة بيروت منذ قيام حشد مؤيد لميليشيات حزب الله وحركة أمل بمهاجمة وتدمير مخيم الاحتجاج الرئيسي وسط بيروت الشهر الماضي. في أخبارنا الرياضية، يبحث منتخبنا الوطني لكرة القدم عن الفوز الأول أمام نظيره الإماراتي بعد ثمان نسخ عجز خلالها عن تحقيق أي انتصار، عندما يشارك في النسخة 24 لكأس الخليج لكرة القدم التي من المقرر أن تنطلق الثلاثاء في الدوحة بمشاركة ثمان منتخبات قسمت إلى مجموعتين تضم الأولى منتخبات قطر، اليمن، الإمارات، العراق، والثانية السعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت. لقاء ودي أمام العنابي القطري وخسرت بهدفين. يبحث منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عن الفوز الأول أمام نظيره الإماراتي بعد ثمان نسخ عجز خلالها عن تحقيق أي انتصار، عندما يشارك في النسخة 24 لكأس الخليج لكرة القدم التي من المقرر أن تنطلق الثلاثاء في الدوحة بمشاركة ثمان منتخبات قسمت إلى مجموعتين تضم الأولى منتخبات قطر، اليمن، الإمارات، العراق، والثانية السعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت.
ويخوض النعاش هذه النسخة من دورة الخليج بإعداد جيد مقارنة بالنسخة الماضية من خلال النتائج التي تحققت في بطولة غرب آسيا في العراق والتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022. وقال النعاش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبيل مباراة منتخبنا أمام الإمارات أنه يتمنى تحقيق أول فوز في دورة الخليج وإسعاد الجماهير اليمنية، لكنه اعترف بالقول: مجموعتنا صعبة بوجود قطر والعراق والإمارات، لكننا سندافع عن حظوظنا ومستوى المنتخبات الخليجية متقاربة، لذلك أتوقع المفاجآت. ناشد جماهيرنا الوفية بالحضور والمؤازرة للمنتخب في بطولة كأس الخليج، وتواجدهم تواجد مهم، وأعتقد بأنه مؤازرتهم وتشجيعهم بيكون له مفعول السحر بالنسبة للاعبين، واللاعبين فعلا يعني مهتمين اهتمام كبير جدا بحضور الجماهير، لأنهم يعولوا عليهم بالآمال الكبيرة، وإن شاء الله أنهم يتواجدوا بكثافة بإذن الله تعالى. فيما قال كابتن منتخبنا الوطني سالم عوض أنه يطمح مع زملائه اللاعبين بتحقيق الفوز الأول في دورات الخليج، لكنه أشار أن جميع المنتخبات حظوظها متساوية. رسالتنا للجمهور اليمني إن شاء الله نتمنى الوقوف بجانب المنتخب، لأن المنتخب يعني يمتلك عناصر شابة لأول مرة تشارك في هذه البطولة. إن شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب، دائما هم سند لنا، وإن شاء الله يكونوا معنا إن شاء الله في هذه البطولة. واستدعى النعاش الذي سبق له قيادة المنتخب الأولمبي في مارس عام 2019 في تصفية كأس آسيا 2020 تحت 23 عام دون أن ينجح في التأهل إلى النهائيات 8 لاعبين شبان إلى تشكيلته في خليج 24 بعدما أثبتوا حضورهم في بطولة غرب آسيا والتصفيات المزدوجة. ويفتقد منتخبنا الوطني جهود مهاجمه المميز محسن قراوي للإصابة، لكن المنتخب يعول على تعويضه بعمر الداحي وأحمد السروري وأيمن الهجري ومساندة جماهيرية كبيرة في الدوحة، وهو الأمر الذي ميز كل المشاركات اليمنية في دورات الخليج. إذن هذه النشرة انتهت، لم يتبقى فيها إلا تذكير بالعناوين. ميليشيات الحوثي تسعى لتفجير الوضع عسكريا في الحديدة وتمضي في خروقاتها وانتهاكاتها. كسر محاولات تسلل حوثية عدة في جبهات الضالع والميليشيات تلجأ لقصف المدنيين. تقدم جديد للقوات الحكومية في مديرية الصفراء في محافظة صعدة والميليشيات تتكبد خسائر كبيرة. يمكنكم دائما متابعة البث الحي عبر موقع القناة الظاهر أسفل الشاشة وكذا عبر منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.